وانت يا دكتورة ايه رأيك في العرض ده؟ هو بند الحفر والردم كان دايما مستر محمود يديه من الباطن لشركة متخصصة عشان ينفذه، والبند ده واقف علينا في المناقصة 110 مليون جنيه، والشركة دي هتنفذه ب 100 مليون جنيه. يعني كده احنا هنكسب 10 مليون جنيه من غير اي مجهود. جريت، لا مانع على ان يعاد التفاوض مع الشركة على تخفيض المبلغ الى 95 او 90 مليون جنيه فقط. اظن كده يبقى هنوفر 15 20 مليون جنيه، وده مبلغ كويس قوي. بالنسبه لجنبك لتوكيل العربيات في الخليج، الشركه الكويتيه اللي واخده مننا توكيل الاجهزه الكهربائيه عرض مغري جدا جدا. وانت يا دكتوره ايه رايك في العرض المغري ده؟ ده عرض ممتاز بكل المقاييس. طيب بس انا ليا راي، يعني يعاد التفاوض مع الشركه على رفع قيمه التامين ومبلغه بنسبه 50%. اظن ده هيوفر لنا حوالي 60 مليون جنيه. ايوه بس ده كتير قوي يا فندم. قد يكون كتير، بس احنا محتاجين سيوله، واذا ما وافقوش الشركات في الخليج كتير قوي اللي تقبل العرض ده. طب بالنسبه لموضوع صفقه قبرص يا فندم؟ ايوه، مش عارف، في شيء غامض في حكايه صفقه قبرص دي. ما تفهموني حكايه قبرص دي. الموضوع بسيط جدا يا فندم، وارباحه ضخمه جدا ومن غير راس مال يا فندم. هي مواتير ومولدات صناعه اسرائيليه معمول لها شهاده منشا المانيه سليمه 100%، هتتصدر من قبرص لكل الدول العربيه على انها صناعه المانيه، وان الشركه عندنا هي الوكيل المعتمد. انت بتتكلم في ايه؟ هذا عرض مرفوض شكلا ومضمونا. دكتور مصطفى، ده عرض متقدم لنا واحنا من حقنا نقول او لا، مع اننا احنا كلنا كهيئه مستشارين رافضين الموضوع ده رغم ارباحه، لكن واجبنا بيحتم علينا ان احنا نعرضه على حضرتك وانت اللي تقرر. هذا امر لا نقاش فيه. التعامل مع الصهاينه او التطبيع معاهم امر مرفوض نهائي. وده يا فندم كان راينا كلنا. كلنا كنا متاكدين وواثقين ان جنابك هترفض الموضوع ده جمله وتفصيلا. ونعمل حس الوطن يا فندم. ايوه بس يا اساتذه ما تنسوش انه راس المال ملوش وطن.